السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة نتكلم فيها عن درايفز، مهم جدا وبيستعمل في الهيفي اندستري في الصناعات الثقيلة، انفرتر اي بي بي. هنبدأ في حلقات مع بعض إن شاء الله نشرح فيه هذا الجهاز وإزاي نعمله البارامتر وإزاي نوصله على المحرك. زي ما احنا شايفين ادي اللي اخترنا ليكو او انفرتر اي سي اس 355، اي سي اس 355 زي ما احنا شايفينه يا جماعه اهو، ادي وزير 1 01 اللي هو 1 فيز اي اللي هو الاي ام سي فلتر، بيستخدم معاه فلتر اللي هو اي ام سي، و2 اللي هو 220 فولت، ده بيستخدم مع 75 من 100 كيلو موتور او 1 هورس باور. طبعا هنا هنتكلم في النيم بليت معانا، ادي النيم بليت يا جماعه اهو، طبعا ده الاي بي بي، ده الاي بي بروتكشن، اي بي معايا يا جماعه 20، او الرقم ال 20 ده الاثنين ده اللي هو السوليد، ده الزيرو ده اللي هو الووتر معايا يا جماعه. الانبوت فولتج زي ما احنا شايفين ادي 220 فولت 75 من 100 كيلو ويستحمل 11 امبير، ده الحمل بتاعه، ده طبعا الخارج بتاعته في 3 فيز. يبقى هنعرف معلومه مهمه جدا لينا، معلومة مهمة جدا يا جماعة لينا اهو، لو كان الانبوت فولتج 220 فولت يبقى هيتوصل على موتور، يبقى التوصيلة بتاعته 220، يعني ازاي اللي هو 220 لاين فولتج. طب احنا عندنا موتور، معانا موتور 220 380، 220 دلتا 380 ستار، يبقى احنا وصلنا 220 بالتوصيلة بتاعته اللي هي الدلتا، بالتوصيلة بتاعته اللي هي الدلتا معايا يا جماعة زي ما احنا شايفين اهو. طيب احنا وادي احنا بقى بنحب كده هنبدا عايزين نوصل جهاز، ادي بدا يوصل معانا، ادي اللمبه الخضراء هنا بانت. طيب احنا هنا دلوقتي يا جماعه زي ما احنا شايفين هنخش على المنيو ده انتر، وهنختار حاجه اسمها اسيستنت. الاسيستنت ده انا اعتبره مهم جدا للمبتدئين، اللي يفتحوا الانفرتر ليه، هيسال الاسيستنت ده يعني بيساعد. هنا بيسال هل انت عايز ستارت اب اسيستنت كامل، تقول له ماشي اوكي سيلكت. هنا هيبدا يسالك اسئله يقول لك انت عايز تستخدم ستارت اب اسيستنت، تقول له يس او نو. نو لا انا هعمل بارامتر زي ما انا عايز بروقان، نخش على البارامتر ما نخش على الاسيستنت، هنخش نقول اكزيت، لا انا هخش على حاجه اسمها بارامتر وهو ده اللي هنختاره بعد كده، هو ده البارامتر. لا انا بقول لا نبدا في الاسيستنت، هيسالك اسئله وانت تجاوب عليها بحيث انت تعمل، تقول لي يس انا عايز فعلا استخدم ستارت اب اسيستنت زي ما احنا شايفين يا جماعه. هنا بيقول لك اول حاجه طبعا بيخش لك على بارامتر اسمه 99 01 01 اللي هو اول بارامتر، 99 دي المجموعه اسمها الستارت اب بارامتر، 01 اللي هو الانجليش انت عايز تستخدم اللغه الانجليزيه ولا اللغه الالمانيه ولا الايطاليه ولا الاسبانيه ولا البرتغاليه والهولنديه الفرنسيه الدنماركيه، تقول له اه احنا نستخدم طبعا اللغه الانجليزيه سيف. طب هنا النومينال فولتج معاك 230، ايوه 230 لان هنخش هندخل 220 او 220 فولت لاين دلتا سيف. هنا الموتور 3.5 امبير، هنخش على ادي معانا الموتور اهو يا جماعه، اهو يا جماعه 3.5، فهنبدا 3.5 وادي السرعه بتاعته اهي 1390، 3.5 امبير و 1390. طبعا هنبدا نطلع تاني هنا اي 3.5 امبير، نقول له اوكي موافقين على الكلام ده. كام هرتز؟ 50 هرتز، تمام، ده اللي هو 0.7 ماشي يا جماعة، 1390 RPM تمام، طبعا هو 75 من 100 كيلو، طبعا هنا مفيش هنا بالمئات، في بقى من 10 بس، فهنختار الأكبر منه اللي هو 8 من 10 ماشي يا جماعه. هنا بقى بيقول لك بيسالك سؤال، بيقول لك do you want to continue with application، تقول له skip ولا continue، تقول له continue مثلا، شوف الابلكيشن احنا عايزين نختاره ادي اوكي. هنا بيختار لك بقى 9902
ده بحاجه اسمها ابلكيشن ماكرو. عندنا احنا اي بي بي ستاندرد، عندنا حاجه اسمها 3 واير، كل دي مودز للانفرتر. عندنا حاجه اسمها الترنت، عندنا حاجه اسمها موتور بوتنشيومتر لو عايز تستخدم بوتنشيومتر للتحكم في سرعه الموتور، هاند اوتو بي اند اي دي، تورك، المود باس لو انت عايز تتحكم بالمود باس عن طريق كوميونيكيشن من الدي سي اس مثلا. ادي كده هنرجع تاني كده الاي بي بي ستاندرد معايا يا جماعه، الاي بي بي ستاندرد. طب ايه الفرق ما بين المودز ده؟ احنا لو دخلنا هنا في المانيوال يا جماعه، اهو ادي المانيوال صفحه يعني ممكن نكون عارفها 181، شايفين يا جماعه؟ ادي المودز اي بي بي ستاندرد، 3 واير، الترنت، موتور بوتنشيومتر، ان هاند، بي ان اي دي، تو كنترول. ده كل جاب لك هنا البارامتر الاساسيه الموجوده الديفولت بتاعها. يعني لو انا عملت اي بي بي ستاندرد هنلاقي ان الاكس تي 1 الاكسترنال 1 كوماندز هتلاقيه معمول على دي ديجيتال انبوت 1 و 2، هم دول اللي اشتغلوا معايا على الاكسترنال 1 كوماند. مثلا الريف 1 سيلكت، ايه الريف بتاعنا؟ هنشتغل الريف 1 سيلكت هيبدا الديفولت بتاعه A1. طبعا يعني احنا بنختار حاجات كده مثلا زي الموتور كنترول مود، هنا بيختار لك على السكيلر فريكوينسي. السكيلر ده يا جماعه يعتبر مود للتحكم في الموتور، بيستخدم لو كان عندنا اكتر بنشغله على اكتر من حمل، الاحمال بتاعت المواتير متغيره اكتر من موتور، او ممكن يبقى الحمل بتاع الدرايف مش موتور مثلا، او نكون الموتور اللي انا مركبه على الدرايف اقل من 20% من حمل الموتور. احنا شفنا احنا حمل النيم بليت هنا ما شفناه 11 امبير، زي ما احنا شفنا هنا، ادي هنا 11 امبير، ما شفنا يا جماعه 11 امبير يا جماعه. طب الموتور بتاعنا كام؟ 3.5، 3.5 يعني يعتبر اكتر من 20%، يبقى ممكن نقول السكيلر ده مش لازم نستخدمه، نستخدم الفيكتور سبيد، هو ده الشائع جدا فيكتور سبيد. وبالتالي يا جماعه ممكن نستخدم فيكتور سبيد، يبقى نختار مود تاني او نخلينا على الاي بي بي ستاندرد ونغير المود بتاعه، ونغير المود بتاعه ونسيفه معايا يا جماعه. ده الشكل العام، عندك شويه بارامترات مهمه جدا، وادي انت لو اشتغلت على اي بي ستاندرد هيقول لك هو ده الديفولت بتاعنا، لو 3 واير هو ده الديفولت بتاعنا معايا يا جماعه. فاحنا زي ما احنا شايفين اهو هنا اهو، عشان كده لما تقول سيف هيبدا يخش لك بقى هل انت على السكيلر مود، لان هو مظبط على السكيلر مود. طب انا بالنسبه لي السكيلر مود ده ممكن في موتور يعني حمله صغير شويه مثلا معايا يا جماعه، يعني موتور حمله صغير شويه، وبالتالي احنا اقول له لا انا عايز اختار نقول له لا، نقول هنا اوكي، لا مش نوت اوكي، نقول له حاجه اسمها تشينج، نقول له لا احنا عايزين نختار مثلا السكيلر الفيكتور سبيد، هو ده اكتر حاجه هنقدر نستخدمها. ادي سيف تمام، هنقول له كونتينيو، نقول له هنا بيسالني بقى الاكسترنال 1 ريفرنس سيت اب، هنا بقى هيخش له على كل حاجه الاكسترنال 1 ريفرنس سيت اب، اهو ده اللي موجود اكسترنال 1 ريفرنس سيت اب زي ما احنا شايفين اهو يا جماعه. فهتلاقي كل اللي موجود هنا، هتلاقي اي 1 اهو يا جماعه، اي 1 زي ما احنا شايفين، ليه؟ لان هو ده الديفولت بتاعه، هو ده الديفولت بتاعه. هتفضل سايف بقى على كده، ادي سيف، وادي هتسيف على كل الوضع اللي انت شايفه، ادي نوت سيلكتد، ادي معايا يا جماعه. او ممكن تعمل بقى اكزيت للموضوع خالص، اما تعمل اكزيت بعد ما تختار ال ستارت
الستارت اب بارامتر، هيجي لك هنا الشاشه بتاعتك حاجه اسمها الاكتوال سيجنالز اللي هي هتظهر لك، اللي هي هتظهر لك زي ما شايفين. احنا شايفين حاجه اسمها ريموت هنا، عندها زرار اسمه لوكال وريموت، او الزرار ده يا جماعه زرار اسمه لوكال وريموت. انت لو دوست هنا على اللوكال او هيتغير، هيقول لك انت عايز تغير لللوكال او بدأ هنا بقى اسمه لوكال. اللوكال يعني انا هتحكم فيه من الزراير هنا، هتحكم فيه من الكيبات، لكن الريموت هيبقى حاجة، اي حاجة اكسترنال، اي حاجة اكسترنال. وبالتالي لو دوست هنا تاني هيبدأ يغير لك بقى ريموت. ده طبعا السرعة هتبان معاك هنا، ده الريف اللي احنا هنختاره. انا ممكن ما اختارش، انا عايز هنا الفريكوينسي، كل ده هنعرفه في البارامتر بعد كده. ده الاكتوال سيجنال اللي هنعرفه بعد كده، ازاي هنعرف ونختار الاكتوال سيجنالز بتاعتنا. انا ممكن يقولك انا مش عايز، البرسنتج باور، انا عايز هنا يبان لي السبيد هنا مثلا بهذه الطريقه. يعني انا بختار الثلاث قراءات اللي انا عايز اشوفها مع بعض معايا يا جماعه. زي ما احنا شايفين اهو، ادي البارامتر وادي الاسيستنت وادي التشنج بارامتر. دي هنا التشنج بارامتر اللي لو دوست عليها هيبيني ايه البارامتر اللي انا غيرتها من ساعه ما جبت ايه الموتور. يعني دي البارامتر اللي انا بدات اغيرها، يعني مثلا دي بارامتر شايفين 220، دي انا هي كانت 230، فانا لما غيرتها 220 فبنت لي هنا، اللي هي من الحاجات اللي انا غيرتها، هنا الكنترول مود. فاكرين يا جماعه دي شايفين بقت سبيد، هي اصلا كان عاطيني سكيلر فانا خليتها فيكتور سبيد. فما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب، وان شاء الله عشان ناتيكم كل جديد. وهنبدا ان شاء الله المرات الجايه نبدا نتعرف على بارامتر اكتر، وبعد كده وعلى الانفرتر وازاي هنوصله بالموتور. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.